كل الشكر طبعا ليك يا كريم، واكيد لنجوم اون تايم سبورتس اللي موجودين معاك في الاستوديو بهدف مقابل لا شيء. 3 نقاط اكيد غاليين النهارده للزمالك على حساب البنك الاهلي. نتكلم بالتفاصيل عن ما دار في المباراه مع نجوم اللي مشرفيني منوريني، تامر بدوي واحمد عز. يعني هبدا بيك يا تامر، 3 نقاط النهارده مهمين جدا لنادي الزمالك في الدقائق الاخيره. يمكن شفت المباراه ازاي واهميه ال3 نقاط النهارده بالنسبه لنادي الزمالك؟ طيب في البداية ألف مبروك لنادي الزمالك، ال3 نقط وهارد لك للبنك الأهلي. عمل جيم كويس جدا لغاية الهفوة الأخيرة. المباراة شفتها يحيى إن فيها حاجات كتيرة مختلفة شوية. خلينا نقول إن إحنا توقعنا طريقة اللعب بتاعت الزمالك 4-3-3، لكن هي كانت على الورق الأقرب 4-2-3-1. الأربعة اللي ورا زي ما هم حمزة وفتوح والزناري وحسام عبد المجيد، ادي الاربعه اللي في الخط الخلفي رؤى وعمر السيسي، والثلاثه اللي بيلعبوا تحت يوسف سيف الدين الجزيري في الطرف الشمال، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي طبعا. امام عاشور كان مديله صلاحيات، يعني كان بيلعب وقت خساره الكوره كان بيلعب قدام عمر السيسي ورؤى، راجل راس مثلث لقدام زي مثلا ما بنشوف جريزمان في مع فرنسا في كاس العالم. زيزو وينجر وسيف وينجر وامام ما بينهم، ويوسف مهاجم. الزمالك اشتغل على العمق اكتر بكتير جدا لانه افتقد للمهاجم رقم 9 التيبيكال. عاوزك تعد كام تسديده على المرمى من على الفريم من رؤى ومن امام ومن زيزو ومن امام تاني. الزمالك كان مصمم على الاختراق من العمق وعلى التسديد من العمق في الشوط الاول، لكن غاب عنه الخطوره لان غابت الدقه على المرمى بين ال3 خشبات زي ما بنقول بلغه الكوره. البنك الاهلي لعب زي ما توقعنا، دي اللي جت معانا صح 4-4-1-1. اسامه طرف يمين واسحاق يعقوب وطرف باك ليفت يعني طبعا، وبتتكلم على احمد ياسين والعش سنتر باكين، وبعدين بتتكلم على محمد فتحي، وبتتكلم على محمود سيد 2 في نص الملعب في عمق الدفاع. اسلام جابر اللي قلت لك ملوش مكان عندي في الملعب غير انه يبقى قدام اسحاق يعقوبه، لعب طرف شمال مظبوط. واللي زيزو توقعه صح، انا قلت كريم بامبو هو اللي هيروح يمين، هو ودى قعود زي ما زيزو صح ويبقى انا اللي غلط، ولعب بكريم بامبو قدامه ناصر منسي. روح رياضيه دي، خلي بالك يعني الاعتراف الاعتراف بالاخطاء على الهواء ده حقه بصراحه طبعا. عشان تبقى الطريقه يا ابو يحيى 4-4-1-1، كريم بامبو قدامه ناصر منسي. الوضع ما اختلفش كتير برضو بالنسبه للبنك، كان في اعتماد على عمق الملعب اكتر شويه، اللهم ان في واحده كروس اتعملت من اسحاق يعقوبه في على راس ناصر منسي، كان محمود قعود مكمل من الطرف اليمين كمهاجم تاني، اعتقد كان من الافضل ان هو يكلمه لان هو كان متمكن منها اكتر، لكن سوء التواصل مع بعض خلى ناصر بحكم طبعا ان هو مهاجم 9 بيبقى دايما المهاجم طماع وهو عنده حاسه ضربات الراس احسن شويه من اللعيب من قعود او من اللعيب الوينجر، فما استغلهاش البنك الاهلي. البنك الاهلي ما استغلش حاله الارتباك شويه اللي كانت عند مدافعي الزمالك في الشوط الاول، ما استغلش الفرص. الشوط الثاني الوضع ما اختلفش بالنسبه للزمالك، الطريقه تحولت الى تشبه شويه بعد التغييرات تشبه 4-2-2-2. بدات اشوف شيكابالا اكتر مع سامسون، بقوا كانهم 2 مهاجمين، ويوسف اسامه نبيه وزيزو، وبعد كده لما طلع رؤى بقى عمرو السيسي وامام عاشور. الزمالك حط البنك اكتر واكتر في تلت الدفاعي، لكن برضه كان في تصميم على العمق، حتى الكرة الوحيدة اللي جه منها الجول هو صحيح كرة عرضية على راس يوسف أسامة نبيه، لكن أساس الجول من البداية هي تسديدة خبطت خدمت شيكابالا بمنتهى الذكاء، قام حاططها لزيزو، زيزو عملها تشيب ليوسف أسامة نبيه اللي صحيح. جاي فكان في تصميم على الاختراق من العمق. شايف ان الكابتن حلمي عمل جيم كويس لانه برضه استغل المعدل الهجومي اللي عند حمزه المتلوتي وعند بدا يتعب شويه، نزل عليه دياورا موسى دياورا في الطرف الشمال، لعيب سريع وبدا يرهقه، فرد عليه فيريرا وجدد الدم بسرعه في الطرف اليمين لما طلع حمزه المسلوسي، ونزل عمر جابر زي ما بنقول كده بلغه الكوره فريش ليجز ولسه نفسه حاضر وجاهز فيقدر يقفل الحته دي، رغم ان برده موسى دياورا سبب ازعاج كبير في الطرف الشمال للبنك اللي هو الطرف اليمين بتاع الزمالك. يعني البنك محتاج وقفه في النواحي الهجوميه لان دي للمباراه الثانيه على التوالي يا يحيى، البنك صايم عن التهديف، بيوصلوا للمرمى لكن ما بيستغلوش الفرص،
كنت ممكن اقول يحسب للبنك انه هيطلع كلين شيت مباراتين ورا بعض، لكن ما قدرش يصمد في الدقائق الاخيره امام هدف يوسف اسامه نبيه. لكن النتيجه مش كارثيه لان كان قاب قوسين او ادنى من اقتناص نقطه بالتعادل مع الزمالك، الا ان الزمالك كان الاصرار والدوافع عنده اكبر بكتير. عز، هل خبرات لاعبي نادي الزمالك فريرة النهارده هي اللي حسمت اللقاء واسباب خساره البنك الاهلي من وجهه نظر؟ بص، خلينا نقول انا هجيب الماتش من الاخر للاول. عايز اقول ان الزمالك كسب بسبب مغامرته الهجوميه، يعني ما كسبش، او بمعنى ادق هو ما كسبش غير لما اخذ مغامره هجوميه على فريق البنك الاهلي. في اخر المباراه انت بتتكلم في ان طبعا سامسون ويوسف اسامه نزلوا مهاجم بمهاجم، بس شيكا نزل مكان رؤى، دونجا مكان عمرو السيسي، وعمر جابر مكان حمزه المسلوسي. تغييرات تخلصت من اوراق دفاعيه في الوقت اللي كان خلاص البنك الاهلي مرهق فيه، وقدر الزمالك ان هو يضغط على المنافس بتاعه بامتياز. يمكن يحسب بس على البنك الاهلي ان في الوقت الاخير من المباراه حاول اظن كابتن حلمي طولان ان هو ما يوقفش ورا قوي، فنزل لعيبه هي ما بتدافعش باحسن شكل ممكن، يعني محمد هلال واحمد سعيد هم لعيبه الكوره في رجليهم ممتازه، من غير الكوره هم اقل دفاعيا من زمايلهم اسلام جابر ومحمود سعيد، وبالتالي في الوقت اللي الزمالك كان بياخد فيه ريسك وبيزود العدد الهجومي بتاعه والكثافه العدديه كان اللعيبه اللي في البنك الاهلي اقل في الحاله الدفاعيه، فمن هنا جاء الفوز. لكن السؤال الاهم، بما ان الزمالك غمر ففاز، طب ليه الشوط الاولاني اهدر الشوط كله؟ صحيح. الشوط الاولاني بالكامل الزمالك تقريبا اهدر 45 دقيقه بسبب عدم التحرك بدون كوره تقريبا. مفيش حاجه، هم 45 دقيقه سلبيه جدا جدا حقيقة. مفيش تحرك بدون كوره من المجموعه الاماميه تماما، فبالتالي كل حاجه واضحه للمنافس، مقروءه للبنك الاهلي بامتياز اللي بصراحه كان موفق جدا في الشوط الاول. ولكن هنا بقى يعيبه مره تانية فعلا انهاء الهجمات زي ما تامر بدوي كان بيقول، متخيل ان في نهايه المباراه التصويبات على المرمى بين الثلاث خشبات البنك الاهلي 6-5 للزمالك، يعني البنك الاهلي كان عنده الحظوظ الاكبر للفوز لكن لم يستفيد من الشوط الاول اللي كان الزمالك فيه مرتبك بطيء واقل بكتير من المعدلات الطبيعيه بتاعته في الجري، علشان الزمالك ياخد الفرصه فينتفض في الشوط الثاني وياخد المدير الفني بتاعه المغامره ويهاجم بكثافه عدديه تجيب لفريقه الثلاث نقاط المهمه جدا بكل تاكيد في مشوار الزمالك في الدوري. تامر، بتشوف ماذا اخطا النهارده الكابتن حلمي طولان في اداره المباراه؟ هل كان عنده اخطاء على مدار المباراه في ال 90 دقيقه؟ لا طبعا، ما اقدرش اقول اتكلم على مدير فني كبير جدا بحجم كابتن حلمي طولان واقول اخطا عيب يعني، بس يعني من وجهه نظري ما كانش فيه افضل، الا يعني ممكن كان بالمنظر اللي انا شفته بتاع المستوى اللي ظهر بيه موسى ديوارا كان ممكن يبقى على حساب اسلام جابر اكتر. بس ممكن كابتن حلمي يكون عنده وجهه نظر تانية خالص، انه ممكن يكون مجهز كذا سيناريو، ان الزمالك القوه الضربه بتاعته في مؤخرا بعد رحيل اشرف بن شرقي الطرف اليمين اشرس بكتير هجوميا في الزمالك، سواء نيمار لما بيلعب او عمر جابر وبيربط معاهم زيزو، فتفضل الطرف اليمين في الزمالك اقوى من الطرف الشمال. فممكن يكون نزل لعيب، اولا احتك باللعيبه دي كتير لان كان زميلهم اسلام جابر على عدله جسمه رجله الشمال، راجل مع الزمالك لعب كتير باك ليفت فعنده النواحي الدفاعيه لا باس بيها، فممكن يكون بدا بالتامين الاول، والله المباراه مشت في طريقها وماشي زي ما انا عاوز، مفيش ما يدعو ان انا اخد الريسك، بدأت أطمع شوية بمرور الوقت فطلعت إسلام جابر ونزلت موسى ديوارا، لكن واستغل كمان حالة الارتباك اللي ظهر عليها الزمالك تأكيدا على كلام زيزو. بس عارف يا تامر، أنا كان نفسي في الوقت اللي كان فيه الزمالك مرتبك في الشوط الأولاني كابتن حلمي بالتشكيل الدفاعي اللي عامله ده أو بالتشكيل المنضبط ده، كان نفسي أشوف مغامرة أكبر شوية من لعيبة الوسط، يعني ثنائي الوسط كانوا واضح ان هم واخدين تعليمات اقرب الى اللسان، لو حد فيهم كان زاد كان يمكن ده ممكن يشكل خطوره شويه بالظبط يعني. اكتر يعني، بس بصراحه هو كده كده هو بصراحه البنك الاهلي وراح كتير على الجول يعني. محمود سيد ومحمد فتحي هم معاكوا كانوا اقرب للاثنين كتيبيكال سته، عشان كده لعب بامبو وقدامه ناصر منسي وقعود واسلام جابر. ف اللي انا بس عاوز اقوله يا يحيى ان الزمالك كان مرتبك تماما، حته سيف الطرف الشمال الميزه الوحيده في 4-2-3-1 اللي الزمالك طبقها هي اقتراب امام عاشور من الفريم، ان هو بقى قدام البرواز زي ما بيقول قدام الجول، علشان كده تسديداته كانت كتيره، وطبعا امام حدث ولا حرج عن تسديداته طبعا. لكن ما كانتش النهارده مظبوطه للدقه اللي تخليه تاهله ان هو يسجل. لكن
ما تقدرش تقول ان كابتن حلمي اثر او لا طبعا، لان في امور كتيره جدا انا وصلتك أكيد. للجول، لكن مش عاوز اقول برضو كواليتي اللعيبه، لكن لازم يبقى في تركيز اكبر من كده عند لعيبه البنك الاهلي في استغلال الفرص، لاني شفنا الكلام ده للمباراه الثانيه زي ما قلت لك. المباراه الثانيه على التوالي لعيبه البنك الاهلي ما بتسجلش، وده بس النهارده وصل. عارف لو البنك ما وصلش اقول لك مفيش فرص اتهيأت للعيبه البنك، وبالتالي ما اقدرش الومهم. لا، النهارده لازم الومهم لان في فرص كتير اتهيأت لهم وهم اللي ما استغلوهاش.